بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحاضرة الثانية هي بعنوان الأميون ريسبونس تو انفكشيوس ديزيز، الاستجابة المناعية ضد بعض الأمراض، سواء كانت فيرال انفكشن، بكتيريال، باراسيتك انفكشن. راح ناخذها إن شاء الله بالتفصيل. طبعا بالنسبة أول ما نبدأ راح نبدأ بالفيرال انفكشن، ناخذ الانيت اميون ريسبونس تو فايرال انفكشن. لازم نبدا بالانيت لان الانيت هي اول شيء موجود كجهاز دفاعي ضد الامراض. الانيت اميون ريسبونس تو فايرال انفكشن اولا طبعا راح تكون از برايمرلي ثرو ذا اندكشن اوف تايب 1 انترفيرون. انا تكلمت على السيتوكين، تكلمت انه من اسمع انترفيرون عندي تايب 1 وتايب 2. تايب 1 هي من ينذكر امامي انه اتوقع انه اكو فايرال انفكشن. التايب 1 انترفيرون يشمل الانترفيرون الفا وانترفيرون بيتا، ظل ببالكم انترفيرون تايب 1 تشمل انترفيرون الفا وبيتا اللي هي شنو يعني النيت اميونيتي اجينست فايرال انفكشن. بقال منو من الانترفيرون جاما اللي هو تايب 2 اللي ذاك وين بالسيل ميديتد اميونيتي. اذا عندي الانترفيرون تايب 1 اللي هي انترفيرون الفا اند بيتا اند اكتيفيشن اوف ناتشرال كيلر سيل. اذا بالانيت اميون ريسبونس تو فايرال انفكشن راح يكون عندي انترفيرون الفا اند بيتا وناتشرال كيلر سيل. شنو راح يصير؟ دبل ستراندد ار ان اي برودوس دورينج ذا فايرال لايف سايكل، اثناء دوره حياه الفيروس اللي راح ينتج لي ار ان اي can induce the expression of interferon alpha and beta. اذا من اللي راح يخلي هذول الانترفيرونات تنتج بسبب الفيرال لايف سايكل؟ راح ينطي الار ان اي او الدي ان اي مالته يصير له اكسبريشن او ريبليكيشن، فهو هذا اللي يخلي الخليه تنتج انترفيرون الفا وبيتا باي انفكتد سيل. اذا من اللي راح ينتج الانترفيرون الفا وبيتا؟ هي الانفكتد سيل بسبب وجود الفيروس، يحث الخليه انها تنتج شنو؟ انترفيرون الفا اند بيتا. ماكروفيج مونوسايتس اند فايبروبلاست ار اولسو كيبل اوف سينثيسايزينج ذيس سايتوكينز. اذا عندي مو بس الخلايا الانفكتد بالفيروس راح تنتج انترفيرون الفا وبيتا، ايضا بعض الخلايا الاخرى مثل ماكروفيج مونوسايت فايبروبلاست ايضا تنتج او تصنع هذول السايتوكين اللي هي انترفيرون الفا وبيتا. طبعا انترفيرون الفا عند انترفيرون بيتا كان انيديوس انتي فايرال ريسبونس، من تنتجهم الخليه يسوون حاله هي ضد الفيروس كاستجابه مناعيه ضد الاصابه الفيروسيه. اور ريزيستنس تو فايرال ريبليكيشن او مقاومه ضد الفايرال ريبليكيشن ضد استنساخ الفيروس باي بايندينج تو انترفيرون الفا بيتا ريسبتور. شلون راح ينتجون هذا الشيء؟ انه يرتبطون ويا الريسبتر مالتهم. انا مثل ما تكلمت بمحاضرة السيتوكينز، اي سيتوكين الا ريسبتر على خلايا معينة، يقعد هذا السيتوكين على الريسبتر مالته يلا تشتغل الخلية. اذا ايضا الانترفيرون الفا وبيتا نتجتهم الخلية المصابة وين راح يروحون؟ او بعض الخلايا اللي تكلمت عليها اللي هي مونوسايت فايبروبلاست راح يقعدون على الريسبتر مالتهم اللي هو خاص بالانترفيرون الفا وبيتا. Unbound من راح يصير هذا الارتباط شنو راح يصير؟ انترفيرون الفا اند انترفيرون بيتا شو راح يسوون؟ activate جاك ستات ترانسدكشن باثوي. انت ما لكم علاقة بالاسم هذا، انا عندي ترانسدكشن باثوي حث طريق حث الخلية دا يصير بها الشيء، وهذا تكلمنا عليه signal transduction نسميه. اللي عندي هواية باثوي من عندهم اسمه جاك ستات باثوي. هاي مو شغلتكم بس تعرفون انه من الخلية اللي عليها الريسبتر مال الانترفيرون الفا وبيتا ارتبطوا اياهم انترفيرون الفا وبيتا راح الخلية تتحرك ما تبقى ساكتة، يصير بيها سيجنال ترانسدكشن which in turn induce the transcription of several genes. اللي احنا تكلمنا عن ترانسدكشن يصير بالخلية من يرتبط اي شيء بغض النظر عن السيتوكينز يصير ينتهي بشنو؟ بالجينات، فيصير ترانسكريبشن certain genes. هاي ما اعرف شنو راح يصير، تخلي الخليه تنتج بروتين معين، تخلي يصير اكسبريشن فيت ريسبتر معين على السيرفس مالتها حسب حاجه الخليه. ون اوف ذيس جين من هذول الجينات انا قلت راح يصير ترانسكريبشن استنساخ العدد من الجينات. ون اوف ذيس جين
من هذه الجينات انكود انزيم نون اس 2-5 اوليغو ادينيليز سينثيز. واحده من هذه الجينات شنو راح يشفر لي فد انزيم ايش اسميه 2-5 اوليغو ادينيليز سينثيز. هذا ايش راح يسوي لي هذا الانزيم؟ which activate ribonuclease، يحفز لي او ينشط لي ribonuclease that degrade viral RNA. من اسمه ribonuclease يعني حطم لي ال RNA اللي هو شنو اصله viral. واضح؟ interferon alpha و beta binding من اثار هذا الارتباط induce specific protein kinase، ايضا راح يخلي induce specific protein kinase يحفز لي أو ينشط لي البروتين كينيز called double strand RNA dependent protein kinase أو سميه BKR اختصره، which inactivate protein synthesis يحطم أو يوقف عملية تصنيع البروتين thus blocking viral replication in infected cell. يعني مثل ما عرف الفيرال عبارة عن نيوكليك أسيد اللي هو أما DNA أو RNA ومحاط بشنو بروتين، فأما راح يحطم لي مثل هذا الإنزيم تشفر وصنع راح يوقف يسوي لي degradation للار ان اي او اوقف بروتين synthesis. من يوقف لي انزيم اسميه double strand RNA dependent protein kinase او BKR يوقف لي البروتين synthesis وبذلك ايضا اوقف الفيرال. The binding of interferon alpha and beta to natural killer cells induce lytic activity making them very effective in killing virally infected cells. إذن ارتباط الانترفيرون ألفا وبيتا إلمن على natural killer cell يعني إلى receptor على natural killer cell وراح يرتبطون هم نفسهم ذولي induce lytic activity خلي الخلية المصابة شي يصير لها لاس يعني natural killer cell تروح تقتل الخلية المصابة make them very effective in killing virally infected cells ينشط الناتشرال كيلر سيل ارتباط هذول الانترفيرونات بالناتشرال كيلر سيل ينشطها ويخليها كلش قوية بتحليل الخلية اللي هي شنو virally infected cell. The activity of natural killer cell is also greatly enhanced by interleukin 12 ايضا مو بس الانترفيرون الفا وبيتا ينشط الناتشرال كيلر سيل ايضا انترلوكين 12 a cytokine that is produced very early in response to viral infection ينتج بداية الإصابة بالفيروس فينشط لي الناتشرال كيلر سيل عم تقتل الخلية المصابة بكاملها وتخلصني منها. هذا رسم يعني هو مو مطلوب بس يوضح لكم باعه هذا ريسبتر هذا منه المثلث هذا انترفيرون ألفا وبيتا زين راح يقعد ويا الريسبتر مالته الخاص به هذا السيجنال ترانزكشن اللي تكلمت لكم عليه اللي ينتهي بشنو inhibition of protein synthesis أو inhibition of RNA replication يعني سوي degradation لل RNA شنو ينتهي المهم يعني ينتهي في جين معين يصنع لي فد مادة استفاد من عدة إنه أوقف viral replication. إذا هاي innate تخلصنا منها هسه شنو أجي antibody يعني من أقول antibody يعني أنا شنو humoral immunity يعني adaptive يعني immune specific هسه صارت خلصت من الانيت. Antibodies can neutralize viruses. Antibodies specific for viral surface antigen are often crucial in containing the spread of virus. الانتيبادي مهم ان يوقف انتشار الفيروس. شلون؟ During acute infection and in protecting against reinfection. يعني ضد الإصابة الثانية أو أثناء الإصابة. زين؟ Antibodies are particularly effective in protecting against infection if they are localized at the site of viral entry into the body. من قبل ما يرتبط الفيروس لأن الفيروس مثل ما نعرف كل فيروس له خصوصية مو أي خلية يرتبط بها كل فيروس له خلايا خاصة يروح يرتبط بها ويدخل عن طريقها يعني معناه إنه كل فيروس له ريسبتر خاص على فد خلية معينة. الأنتيبادي وين يروح؟ يروح يتشلب بالفيروس وما يخليه يرتبط على الريسبتر أو هو يقعد على الريسبتر وما يخلي الفيروس يدخل للخلية. Most viruses express surface receptor molecule that enable them to initiate infection. باعوا إلها مولكول هي تخليه تبدأ الإصابة by binding to specific host cell membrane molecule receptor خاص على فد يعني خلية معينة فهو الفيروس راح يتداخل ويا هذا الارتباط ويوقف دخول الفيروس الى الخلية لان احنا مثل ما نعرف الفيروس ما يقدر يبدي الريبليكيشن مالته الى ان يدخل للهوست سيل. If antibody to the viral receptor is produced اذا نتج هذا الانتيبادي it can block infection
altogether by preventing the binding of viral particles to host cell. ما يخلي الفيروس يرتبط ويا الهوست سيل. Secretory IgA، تعرفون الـ IgA هو نوع من الاميونوجلوبولين، عندي نوع سمي Secretory IgA اللي هو قريب وين من الميوكوس ميمبرين، سواء بالرسبيراتوري GIT جينيتال ان ميوكوس سكريشن بلاي امبورتنت رول ان هوست ديفنس اجينست فيروس، كلش دوره مهم اجينست فيروس انفكشن باي بلوكينج فيرال اتاتشمنت تو ميوكوزال ابيثيليال، موجود من الميوكوس ميمبرين من يدخل الفيروس سواء عن طريق الماوث عن طريق الجينيتال، فهي موجودة السكريتري اي جي اي، فشي يسوي يسوي ديجريديشن للفيرال، فما يخليه شنو يصير لأتشمت ويا الخلايا بالميوكوزال ابيثيليال سيل اللي هي الميوكوزال ابيثيليال سيل، فمن ما يصير اتشمت ما راح يصير دخول للفيروس الى الخلايا بسبب الاي جي اي. عندك ايضا السيل ميديتد اميونيتي ان انفكشن الها دور، هذيك اخذت انيت اخذت هيومرال، هسه سيل ميديتد if the virus is capable of entering latent state in which its DNA is integrated into host chromosomal DNA as infection is established cell mediated immune mechanism are most important in host defense. إذا دخل وارتبط ويا DNA مالت الخلية لازم تتدخل cell mediated، وإحنا عرفنا cell mediated شنو معناها. CD8 هي راح تكون مسؤولة and CD4 cell are the main component of cell mediated antiviral defense. عندي CD4 CD8 هي خلايا مهمة بالسيل ميديتد انتي فيرال ديفنس، يعني الدفاع المناعي اللي هو سيل ميديتد ضد الفيرال انفكشن. Activated TH1 cell produce a number of cytokines include interleukin 2, interferon gamma, tumor necrosis factor that defend against viruses either directly or indirectly. اذا دور CD8 راح ناخذه واحنا ماخذيه قبل، بس ابدا اعرف شنو دور CD4 او TH1 بالفيرال انفكشن. تنطيني عدد من السيتوكين اللي من ضمنها انترلوكين 2 انترفيرون جاما تيومر نكروسيز، اللي اما تشتغل ضد الفيروس دايركتلي مباشره او اندايركتلي، وراح اعرف شلون دايركتلي وشلون اندايركتلي. انترفيرون جاما اك دايركتلي راح يعمل مباشره باي انديوسينج انتي فيرال ستيت ان سيل، يعني يخلي حاله بالخليه تكون شنو ضد الفيروس. Interleukin 2 act indirectly راح يعمل غير بصورة غير مباشرة by assisting in the recruitment of cytotoxic T lymphocyte precursor into effector population. إذا دور الانترفيرون جاما هو مباشر يخلي الخلية هي تصير عليها antiviral state. Interleukin 2 لا indirectly by assisting in the recruitment، يعني يخلي الخلايا يجيبها cytotoxic T lymphocyte إلى شنو المكان الإصابة أو الخلية المصابة. Both interleukin 2 and interferon gamma activate natural killer cell، أيضا مباشر راح يعمل بشكل مباشر اثنيناتهم interleukin 2 وانترفيرون جاما ينشطون natural killer cell، وأنا أعرف شنو دورها قتل الفيرال infected cell which play important role in host defense during the first days، وإلها دور هي innate، فإلها دور بالأيام الأولى من الإصابة. Days of many viral infection until a specific cytotoxic response develop إلى أن تيجي منه cytotoxic. إذن بالبداية natural killer cell بعدين cytotoxic. In most viral infection specific cytotoxic activity arises within 3-4 days خلال 3-4 أيام after infection. البيك مالتها خلال 7-10 and then decline. زين هذا cytotoxic. Within 7-10 days of primary infection, most virion have been eliminated, paralleling the development of cytotoxic. كله راح يزال بفضل السيتوتوكسيك. وهي مهمة طبعاً بالviral infection. Viruses can evade host defense. إذن الآن رغم هذا اللي تكلمته كله الانيت والهيومرال والسيل ميديتد، رغم هذا كله بس أنا يصير عندي viral infection وده نسمع هواي viral infection. بسبب شنو؟ الفيروس can evade host defense، يستطيع أن يتهرب من الجهاز المناعي. شلون يتهرب؟ راح نعرف وماخذين أمثلة على بعض الفيروسات. And some viruses have developed strategy to evade the action of interferon alpha وبيتا. إذن أول واحد الانترفيرون alpha وبيتا اللي أخذتهم بالإنيت، فأقوى فيروس راح يسوون فد أشياء يخدعون بيها الانترفيرون alpha وبيتا. مثل ايش؟ ديز انكلود هيبتايتس سي، مثل عندي
الفيروس المسبب للهيباتيتس التهاب الكبد الفيروسي نوع سي which has been shown to overcome the antiviral effect of the interferon by blocking or inhibiting the action of BKR. هذا أخذته اللي هو بروتين كاينيز. فشي يسوون؟ يثبطون عمل البروتين كاينيز فيتهربون من تأثير الانترفيرون ألفا وبيتا. أو inhibition of antigen presentation by infected cell. ما يخلي الخلية المصابة تعبر الانتيجين اللي هو فيروس على سطح حاوية MHC فتبين انه هي ما مصابة فالجهاز المناعي ما يميزها. ليش؟ لان ماكو انتيجين على سطحها. Down regulate class 1 MHC expression shortly after infection. MHC اللي هو يعرض للفيرال انتيجين على سطح الخلية راح يصير له down regulation يعني ما يصير له expression هواية فما راح اعرف الخلية مصابة او لا لان تبين كخلية طبيعية لان ماكو MHC عارض لفد انتيجين معين على مود اعرفها هي مصابة دا يجي الجهاز المناعي يهاجمها. فهاي احدى من الوسائل المهمة لخداع الجهاز المناعي. بعد reduce level of class 2 ايضا يقلل level of class 2 MHC on the cell surface thus blocking the function of antigen specific antiviral helper T cell. A number of viruses have strategy for evading complement. أيضا يتهرب من الكومليمنت مثل vaccinia virus. هاي الفيروسات ما عرف أخذتها بالفيرولوجي أو لا. For example, secret a protein that binds tentatively the vaccinia virus protein يرتبط ويا C4B. C4 تعرفون هذا complement نوع 4B اللي هو مهم بالكلاسيكال pathway. Inhibiting the classical شوفوا complement pathway. And herpes simplex virus have glycoprotein ينطفئ the glycoprotein that bind to C3b اللي هو inhibiting both the classical and alternative. إذا أكو فد مادة ثبط للC4 يعني راح أوقف الكلاسيكال. أو بعض الفيروسات مثل الهربس ينطيني glycoprotein ثبط منه C3b اللي هذا موجود بالكلاسيكال والالترناتيف فراح يوقف الباثوي اللي هي كلاسيكال والالترناتيف باثوي of the complement system. A number of viruses escape immune attack by constantly changing their antigen. إذن أكو بعض الفيروسات شو تغير السيرفس أنتيجين مالتها. مثل ليش إنفلونزا فيروس هذا مثال واضح. Continual antigenic variation result in the frequent emergence of new infectious strain. كل سنة الإنفلونزا تصيب الناس. معناها شنو؟ تكون أنتيبادي بس من راح يجي الفيروس ما يشتغل ضد. ليش؟ لأن غير السيرفس أنتيجين. فمن يجي الأنتيبادي يعرف هذا الأنتيجين دي يتشلب بيه دي يسوي له نيوتراليزيشن ويخلصنا من السبريد مالته ما يتعرف عليه. ليش؟ لأنه مغير السيرفس أنتيجين مالته. زين a large number of viruses evade immune response by causing generalized immune suppression يخلي الشخص كله يصير عنده immune suppression أو ينتج cytokine homologous. شنو معنى cytokine homologous؟ بروتينات مشابهة للسيتوكين مثل يا فيروس إبشتاين بار فيروس. إبشتاين بار فيروس اللي بروديوس بروتين مثل إيش؟ لايك إنترلوكين 10 يشبه الإنترلوكين 10. سبرس سيتوكين برودكشن باي تي هيلبر 1 ريزلتنج إن ديكريز ليفل أوف إنترلوكين 2 تيومر نكروسيس أند إنترفيرون. إذا من أنت بروتين يشبه الإنترلوكين 10 راح يأثر على من؟ على تي اتش 1 اللي هي تستفاد من هذا الإنترلوكين. فمن يثبط هذا السيتوكين هذه الخلية ما راح تنتج بعض السيتوكين مثل ايش؟ انترلوكين 2 تيومر نكروسيس انترفيرون جاما اللي هم وين مهمين؟ بالفيرال انفكشن. وعرفت كلهم دورهم شنو راح يكون بالفيرال انفكشن من ما موجودين يعني راح الفيروس ياخذ راحته ويتكاثر وينتشر. هاي الانتيجينيك شيفت ودريفت ماخذيها يجوز بالفيرولوجي شلون يغير الفيرال انفلونزا فيروس شلون يغير نفسه انه يصير ميكسينج وينتج جينات جديدة. هاي احنا مو موضوعنا بس يعني تذكره. هاي كلها الفيرال انفكشن. البكتيريال انفكشن ايضا راح اخذها باعتبارها ايضا مهمة. فبديت بالفيرال بعدين بالبكتيريال. عند الاميونيتي تو بكتيريال انفكشن از اتشيفد باي مين اوف انتيبادي and is the bacterium is capable of intracellular. اذا ما دام هي مو صايره intracellular منو يتولى المهمه؟ الانتيبادي. بس من يصير موجوده intracellular راح يكون منو delayed type hypersensitive has an important role. زين depending on the اعتماد على شنو؟ the number of organism entering and their virulence.
different levels of host defense are occur. وهذا شلون if the inoculum size إذا كان يعني حجم العينة البكتيريا اللي داخله أو الفيروس أو الضراوة مالتها أربوسلو ضعيفة يعني حجم البكتيريا اللي دخلت مثلا كم وحدة والفيروس مالتها مو كلش عالية localized tissue may able to eliminate bacteria يعني تفضنا منو الفاغوسيتيك سيل تخلصنا منها with innate non-specific defense بالطريقة يا جزء innate immunity تروح الفاغوسيتيك تلتهمه وتخلصنا منها larger inoculum إذا كان الدوز كلش عالية مع البكتيريا or organism with greater virulence أو ضراوة كلش عالية tend to induce adaptive specific immune راح تتطلب مشاركة منه لأدابتب أو سبيسيفيك أميون ريسبونس يلا أقدر أتخلص من هذا الباثوجين لأن ضربته كلش عالية والدوز مالته كلش عالية فالإنيت ما تقدر عليه راح لازم يدخل لسبيسيفيك أميون ريسبونس الهيومرال أيضا الأميون ريسبونس is the main protective response against extracellular bacteria إذا كانت البكتيريا مو intracellular extracellular وأنا أعرف الهيومرال هي مسؤولة عن extracellular يعني الانتيبادي The antibodies act in several ways to protect the host from invading organism including removal of the bacteria and inactivation of bacterial toxin هي راح تثبط للبكتيريا أو البكتيريال توكسين ترتبط وياها تسوي لها neutralization antibody that bind to accessible antigen on the surface of bacteria إذا ارتبطت ويا في الانتيجين على هذه البكتيريا الانتيبادي together ويا الكومليمنت C3B أيضا يجي component of complement act as opsonin that increase phagocytosis and thus clearance of the bacterium إذا الانتيبادي أو الكومليمنت يشلبون بهاي البكتيريا اللي هي extracellular وين يودوها للفاغوسيتيك سيل وتخلصني من هذه البكتيريا إذا كانت intracellular bacteria can activate natural killer cell which in turn provide early defense against these bacteria إذا كانت intracellular bacteria بالإنيت منه natural killer cell تيجي على هذه الخلية المصابة تقتلها ال intracellular bacteria infection tend to induce cell mediated immune إذا لازم موجودة cell mediated immunity specifically delayed type hypersensitive وهو النوع اللي حكينا عليه delayed type hypersensitive هو نوع من الhypersensitive reaction راح يتضمن لمشاركة بعض الخلايا اللي هي CD4 and this response cytokines secreted by CD4 T helper cell are important اللي هم interferon gamma which activate macrophage to kill ingested pathogens more effectively إذن CD4 تنطي interferon وين يروح سوي الاكتيفيشن المن للماكروفاج على مشان تقتل الانجستد باثوجين اللي بداخلها بقوة اكثر بكتيريا ايضا كان افكتلي ايفيد هوست ديفنس يعني انا رغم هذا ايضا صار عندي بكتيريا انفكشن ليش there are four primary steps in bacterial infection عندي اربع خطوات attachment لازم تلتصق هذه البكتيريا للهوست سيل then proliferation تتكاثر بعدين invasion of host tissue تهاجم النسيج toxin induced damage أو تنتج توكسين يحطم الخلايا هاي الخطوات الأساسية بالباثوجينيك effects of the bacteria أو الباثوجينيسيس زين شلون راح يصير a number of gram negative bacteria زين for instance have villi عندها شنو villi اللي هي تشبه الشعيرات الصغيرة which enable them to attach to the membrane of the intestinal or genitourinary tract infection لازم هي تستخدم على وتلتصق على شنو الانتستينال او الجينيتورينري تراكت زين وتبدي الاصابه هاي الخطوه هي اتاتشمنت منو راح يثبطها سكرتري اي جي اي انتيبادي سبيسيفيك فور سوت بكتيريا ستراكشر مثل حال الفيروس كان بلوك بكتيريال اتاتشمنت فاذا توقف لي اول خطوه بالباثوجينيسيس اوف بكتيريا اللي هي الاتاتشمنت تو ميوكوزال ابيثيليال سيلز and are the main host defense against bacterial attachment توقف ارتباطها من توقف ارتباطها هاي اول خطوة توقفها فما يصير يعني pathogenesis ما تكمل some bacteria مثل النايسيريا غونوريا الهيموفيلس انفلونزا نايسيريا منينجايتس شلون تتهرب من الاي جي اي ايفيد اي جي اي by secreting protease تنطي انزيم هو protease that cleaves secretory اي جي اي اللي يحطم للاي جي اي
The hinge region. بالهنج ريجن منطقة حساسة بالاي جي اي بطبيعتها بروتين، فالبروتياز يشتغل على الهنج ريجن ويحطم لي الاي جي اي. The result دي من يتحطم من تجديفاب واف سي لاجزاء منه اي ام منوكلوبيولين، واللي هي short life half life عمرها قصير بالميوكاس سكريشن and not able to agglutinate micro organism، ما تقدر تسيطر على المايكرو اورجانيزم وتسوي له agglutination وتمنع ارتباطه بالسيرفس اوف الميوكوزال ميمبران. اذا هاي اول امثلة على بكتيريا اللي هي نايسيريا هيموفيلس، انه تقدر تتهرب من الاي جي اي بشنو، تنطي بروتياز يحطم لو يفصخ لي احنا نقول الاي جي اي الى قطع الاساسية مالته، فما راح يقدر يمنع البكتيريا من انه تسوي اتشمنت، راح تسوي اتشمنت وتكمل الباثوجينيسيس مالتها. بكتيريا لونها اخضر دخلت من الانجري صار زين، فدخلت هذا انطت او انطت توكسين، يجي الكومبلمنت زين وانتي بادي يرتبطون وين يجيبونها على الماكروفاج هذه البكتيريا، تسوي لها انجستشن زين، او هذا تجي النيوتروفيل ايضا ممكن ان تساهم وتبتلع او تاخذ هذا المايكرو اورجانيزم، او اجزاء الانفلوتوكسين ايضا على الماسل تسوي لها ديجرانيوليشن وتخلي هذا الخلايا تجي اكسترافازيشن. واضح؟ some bacteria possesses surface structure that serves to inhibit phagocytosis، او بعض البكتيريا عندها اشياء تمنع الفاغوسايتوس، يعني هسه قلت انه تسوي لها الماكروفيج فاغوسايتوس تبتلعها، بس اكو بكتيريا تقاوم الفاغوسايتوس شلون مثل ستريبتوكوكس نيمونيا whose بوليسكرايد عندها شنو بوليسكرايد كبسول prevent phagocytosis very effective، لذلك الكابسوليتد بكتيريا تكون يعني قوية. ليش؟ لان الكبسول ما تخلي الفاغوسيتك سيل تبتلعها، ما تميزها مالت الانتيجين محفظ فما تميزها. on the other bacteria such as streptococcus biogenes surface protein عندها surface protein اسميه ام بروتين inhibit phagocytosis يضبط عملية البلعمة. some pathogenic staphylococci are able to assemble protective coat from host protein، الستاف تغطي نفسها بشنو فتكوت تشبه البروتين مال الهوست تشو يعني النسيج المضيف، فما يميزها الجهاز المناعي عبالة انه هي شنو جزء من التشو، فما يميزها انه هي فت فورم بادي فتبقى وتكمل الباثوجينيسيس مالتها. These bacteria secret هاي الستاف كوأجيليز انزيم، تنطينا احنا نعرف كوأجيليز انزيم that precipitate fibrin coat اللي يرسب الفايبرين around them shielding them from phagocytic cell ويحميها من الفاغوسيتك سيل. mechanism for interfering with complement system help other bacteria، ايضا اكو بعضها تتهرب من الكومبلمنت. and some gram negative bacteria for example اللي عندها long chain on the lipid A مويتي هاي بالستركتشر مال البكتيريا بالسيل وول، عندها يعني lipid long chain من الليبيد A كوربولي سكر help to resist complement mediated lysis، يعني الكومبلمنت اللي البكتيريا عندها هي شي نوع من البوليسكرات او الليبيد اي راح تكون مقاومة للتأثير الكومبلمنت فما تتحلل. عندي مثل سيدوموناس شينطيني ينطيني سكرت ان انزيم اللي هو شسمه إلاستيز that inactivate both C3A and C5A. شنو C3A شنو C5A؟ هي اجزاء من الكومبلمنت اللي سميتها انفلوتوكسين اللي تروح على الماسل وتسوي تخليها تسوي ديجرانوليشن على شنو تسوي فازودايليشن وتطلع الخلايا السايت اوف انفكشن. فالسيدوموناس ينطي انزيم اسمه الالاستيز يثبط عمل سي 3 اي وسي 5 اي، فما يصير يعني دورهم على الماسل ينتهي، فما يصير شنو اكسترافازيشن فور ذا اميون سيل تو ريكروتمنت اوف اميون سيل تو ذا سايت اوف ذا انفكشن. Number of bacteria escape host defense mechanism by their ability to survive within phagocytic cell. أكو بكتيريا هي تعشعش وتعيش بالفاغوسوم of phagocytic cell. زين فما يتعرف عليها الجهاز المناعي ولا يستطيع قتلها. مثل الاستيريا monocytogenes تعيش بداخل الفاغولايسوسوم. زين أو مايكوبكتيريام تعيش بداخل ايضا تحطم اللايسوسوم فيوجن وذ فاجو لايسوسوم، يعني احنا مو لازم الفاجوسوم يرتبط ويا اللايسوسوم،
المايكوبكتيريوم ما تخلي هذا يصير فتبقى عايشة بالفاغوسوم زين وتقاوم الجهاز المناعي. الباراسيتيك انفكشن ايضا يعني ناخذها ولو هي يعني مو مثل البكتيريا والفيروس بس ناخذ معلومات بسيطه عليها زين. الباراسيتيك انفكشن اصلا بلازموديوم انفكشن انتيبوديز اجينست سبوروزويد اند ميروزويد ويل برودوس مثل ا نمبر اوف فاكتور ماي كونتريبيوت تو لو ليفل اوف اميون ريسبونسيفنس تو بلازموديوم. ليش بتصير مناعه ضد البلازموديوم متوقفه؟ The maturational change from sporozoid to neurozoid to gametocyte ماخذين الملاريا البلازموديوم فيها هواية أطوار. مرة سبوروزويد يتحول إلى ميروزويد بعدين جاميتوسايد يعني أكثر من طور. هذا التغير شو يسوي؟ allow the organism to keep change its surface molecule يعني كل شوي يغير surface مالته resulting in continual change in antigen seen by immune cells. يعني مرة يجي جهاز المناعي يريد يتعرف على سبوروزويد هو متغير صاير ميروزويد، يريد بين ما يتعرف على الميروزويد هو متغير داخل بالخلايا صار جاميتوسايد. فماكو فرصة لأن يعني كل شوي متغير السيرفس مالته فما يلحق الجهاز المناعي يتعرف عليه. واضح؟ ايضا الانتراسيلولار فيس اوف لايف سايكل ان ليفر احنا مثل ما نعرف البلازموديوم مره بخلايا الليفر يروح يضم روحه ويتكاثر مره بداخل الاريثروسايت فهذا صار انتراسيلولار. فهذا شيء يسوي ريدوس ديجري اوف اميون اكتيفيشن. احنا مثل ما نعرف الانتراسيلولار يكون مقاوم اكثر للاميون ريسبونس زين اند الو ذا اورجانيزم تو ملتيبلاي. واضح؟ سبوروزويد سيركوليت ان بلاد فور اونلي اباوت 30 مينيت يعني اذا يفتر بالدم هو فقط 30 مينيت before it infect liver hepatocyte يعني قبل ما يدخل بالهيباتوسات من تنطيل بعوضة للدم تحقنه بين ما يوصل للليفر هو ايش قد 30 مينت. It is unlikely that much immune activation can occur in such short period of time. ماكو استجابة مناعية يصير بهالوقت القصير هذا. واضح؟ An effective humoral antibody response developed to the glycoprotein coat called فاريان سيرفس. هسه مثل اخذ غير مثال التريبانوسوما اخذتوه انطيناكم محاضره شلون تتهرب يعني شلون يصير الاستجابه المناعيه انه انتبادي تصير على السيرفس بروتين جلايكوبروتين فاريان سيرفس جلايكوبروتين اللي تغطيه منه جسم التريبانوسوما. ذيس انتبادي اليمينيت موست اوف باراسايت يزيل اغلب الباراسايت فروم ذا بلاست ستريم بوث باي كومبلمنت ميدييتد لايسيس اند باي اوبسينايزيشن and subsequent phagocytosis. إذا راح أما يجي الأنتيبادي يتشلب على هذا البروتين ومن يتشلب راح يجي منه الكومبلمنت ويحللوه وإحنا نعرف شلون يحللوه قلنا من يجي الأنتيبادي وكومبلمنت راح تتحلل هاي الخلية زين أو أوبسينايزيشن يعني يرتبط على 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 هذا السيرفز جلايكوبروتين ومنه يخلي الفاغوستيك سيل يجيبه على الفاغوستيك سيل لأن إلى ريسبتر الأنتيبادي أو الكومبلمنت ويدخله بداخل الفاغوستيك سيل. Several unusual genetic processes generate extensive variation. بس إحنا نعرف التريبانوسوما تصير إصابة بسبب شنو؟ صير change أو variation بالتريبانوسومال glycoprotein that enable the organ to escape immunological clearance. راح يتهرب من الجهاز المناعي إنه شنو مثل الإنفلونزا فيروس يغير الglycoprotein مالته فالأنتيبادي اللي تكونه ضده بالإصابة الثانية ما راح يتعرف له أو ما يستطيع قتله. ليش؟ لأن غير الglycoprotein مالته. ليشمانيا انتراسيلولار باراسات تعيش بداخل الفاغوسوم اللي بداخل الماكروفاج فقتلها صعب. resistant to infection correlate well with production of interferon gamma and development of TH1 helper cell. highly susceptible to leishmania induced fatality if they lose either interferon اي مو مهمة بس المهم اني لازم اكو cell mediated عم تتخلص من الليشمانيا. عن الاستجابة المناعية او ضرر راح يصير بسبب الاستجابة المناعية ضد الايج. As many half of eggs produce remain in host where they invade the intestinal wall, liver or bladder. احنا اخذنا الشستوسوما قلنا اما تخلي الايج بال wall of urinary bladder اذا كان شستوسوما هيماتوبيوم او intestinal wall اذا كان شستوسوما مانسوني او جابانيكم زين فراح تستقر بالintestinal wall او liver او urinary bladder. Chronic state can then develop in which adult worm persists and unexecreted egg induced cell mediated. يعني اللي راح يطلع ويا الإدرار أو ويا الستور يطلع
بس اللي يبقى بالوول اوف بلادر او انتستين شي تسوي لحاله من السيل ميدييتد ديلي تايب هايبر سنسيتيف رياكشن ريزلتنج ان لارج جرانيولوما. يعني اللي اعرف الديلي تايب هايبر سنسيتيف تنتج له جرانيولوما زين ذات ار جرادولي وولد اوف باي فايبرس تيشو. اللي جرانيولوما وين ما تروح شي يصير بمكان فايبرس تيشو. واضح ذا شيستوسوميولا would appear to be the form most susceptible to attack, but because they are motile, they can evade the localized cellular buildup. تتهرب ليش؟ إن هي شستوسوما تفتار بالدم، فالجهاز المناعي يقدر يسيطر عليها. فالاستجابة المناعية وين تصير؟ ضد الأجل اللي موجودة بجدار اليورنر بلادر أو الانتستين، وتصير بمكان شنو؟ سيل مديت الإيميونيتي ينتهي بجرانيولوم وبعدين فايبرس تيشو، فراح النسيج كله يخرب وهي اللي تسبب لي قلنا الكارسينوما. إذا كانت الإصابة كلش هواية. الأدلت شستوسوما have several unique mechanisms that protect them from immune defense. تحمي نفسها من الأميون ديفنس. الأدلت شستوسوما adult worm has been shown to decrease the expression of antigen on its outer membrane and also to enclose itself in glycolipid. تغطي نفسها بglycolipid and glycoprotein coat. منين تأخذها؟ من الهوست تشو. Masking the presence of its own antigen وتغطي الانتيجين مالت. يعني تاخذ من الجلايكوليبيد او الجلايكوبروتين من النسيج الموجوده به تغطي نفسها به فتبين كسلف تيشو. Humoral response to infection with worm is characterized by high titer of IgE. احنا من اكو worm infection عندي IgE. Localized increase in mast cell and their subsequent degranulation and increased number of eosinophil cytokines produced by Th2-like subset are important for immune response. عند interleukin 4 induce B cell to class switch to IgE production. Interleukin 5 induce bone marrow precursor to differentiate into eosinophil. ساعدني بتطور الإزينوفيل. Interleukin 3 which along with interleukin stimulate growth of mast cell. Degranulation of mast cell release mediator that increase infiltration of inflammatory cell مثل الماكروفاج الإزينوفيل. الإزينوفيل عندها شنو؟ FC receptor المن لل IgE and IgG and bind to antibody coated باراسات. يعني الباراسات راح منو يغطي ال IgE أو ال IgG من تيجي الإزينوفيل اللي عندها شنو؟ receptor اللي هو FC receptor المن لل IgG أو ال IgE اللي مغطي منو الباراسات اللي هو مثل النيماتود. Unbound من يرتبط باراسات الإزينوفيل كان participate in antibody dependent cell mediated cytotoxicity. تقتل هذه النيماتود بطريقة antibody dependent cytotoxicity. شلون؟ releasing mediators from its granules من الجرانيول مالتها تنضم mediator that damage the parasite تحطم الباراسايت. One eosinophil mediator called اسميها basic protein واحدة من المدياتر is particularly toxic to helminth تقتل لي الهلمنث. هذا الرسم كلش مهم وواضح لكم. هذه مثل adult worm منو اجتي؟ اجتي هاي النيوتروفيل هذا الإزينوفيل تشوفوا باعه علي هذا الانتبادي اللي هو IgE او IgG غطى منو؟ غطى النيماتود. منو اجت؟ اجتي مثل البيزوفيل الإزينوفيل العفو الها ريسبتر انمن هذا FC ريسبتر للانتبادي اللي قاعد على adult worm. فهذا الارتباط خلاه تنضي هذا الجرانيول اللي بداخلها واحد من عندها هو بيسك بروتين يثقب هذه الخلية اللي هي أدلت وورم ويحللها. واضح؟ أو عند الماسل هي طبعا أنضت الميدياتر وخلت ركروتمنت إلمن اللي تيجي النيوتروفيل أو إزينوفيل بفضل شنو؟ الأنافيلوتوكسين على الماسل وخلها للبلاد فيزل وتيجي شوفوا باع عليها ماسل. هذه الكومبلمنت أجزاء من الكومبلمنت أنطت ميدياتر للهاي ماست سيل خلت إكسترافازيشن إجت منه هنا الماكروفيج أيضا ووجود الـ TH1 وحدة تساعد اللخ أيضا وتحطم بهذه الأدلت وورم.